أهلا بكم في قناة كوكتيل. حالة من الجدل الكبير بعد تصريح الفنان هشام سليم في برنامج شيخ الحارة، والذي أعلن فيه تحول ابنته جنسيا إلى ذكر، ما جعله حديث وسائل الإعلام والسوشيال ميديا. هشام سليم لديه من الأبناء 3، الكبرى نورة التي تحولت إلى ذكر وأصبحت نور، والوسط زين الشريف، والصغرى هي قسمت. وهناك العديد من الصور التي تجمع بين نور وقسمت. وحل الفنان هشام سليم الأحد الماضي ضيفا على المخرجة إيناس الدغيتي في برنامجها شيخ الحارة، وتحدث هشام سليم بجراءة شديدة عن انفصال وتحول ابنته إلى ذكر بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع في بطاقتها إلى ذكر، ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الآن. وأضاف: نحن نتعرف إما بالرجل أو بالأنثى، وليس لدينا خبرة في المرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر. الأمر ليس بالمهين. وأجاب هشام سليم عن السؤال إيناس الدغيتي بشأن علاقته بأولاده: إذا ما كانوا يكرهونه، قائلا: حاليا يحبونني، ولكن زمان ممكن ما كانوش يحبوني علشان ما كانوش يعرفوني. وقال أن سبب كره الأولاد هي رغبته في تعلمهم بعض الأمور، ولكن هم لم يكونوا متقبلين ذلك. أما مع الوقت فأدركوا ضرورة ذلك والأمور متعقبا، لما كبروا فهموا وبقوا يحبوني. وأضاف هشام سليم أن أولاده كانوا لا يشاهدون أعماله فنيا، ودلوقتي ابتدوا يتفرجوا عليها على آخر أعماله، مؤكدا أن لم يكن أبا فاشلا.